بطني. ايه ده؟ هو الحكاية؟ انا اول مرة بطني توجعني كده. سلامتك يا استاذ كرم، مالك؟ مش عارف بطني قلبت لي مرة واحدة كده ليه؟ مغص ولا ايه؟ لا 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 لا، ده شكله اسهال. طب ما تروح الحمام. لا يا واد، نبيه قوي، يا واد جبت التايه. ما انت عارف ان المحل ما فيهوش حمام يا استاذ كرم. الحمامات حوالينا ما فيش اكتر منها، والجيران لبعضيها. انا ما بحبش يكون لي علاقه باي حد من المحلات اللي حوالينا. ليه بس يا استاذ كرم؟ اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت شوف شغلك. انا اروح البيت بسرعه واجي. ها، مش قادر، مش هينفع استنى لحد ما اروح البيت. لا، لازم اتصرف. اعمل ايه بس يا ربي؟ شكلها هعمل زي ما الزفت انور قال، امر لله. ادخل عند اي حد من المحلات اللي حوالينا وخلاص يا رب. ايوه، ادخل هنا عند محل برفانات بتاع مدام ساميه. ايوه، اوه ده المحل مليان ستات. انا مش قادر. السلام عليكم مدام ساميه. وعليكم السلام يا استاذ كرم، اهلا وسهلا. اخيرا شرفتني. ايه، نويت تجيب هديه للمدام؟ لا، انا بس يعني هستاذن في ال طب بما انك جيت بقى، انا كنت عايزاك في موضوع مهم قوي. طب بس ممكن مش هطول عليك. بص، انا عامله جمعيه عشان الست عنايات جارتنا عيانه قوي، ودي ست غلبانه ما حلتهاش اللضه. لو تحب تدخل معانا يبقى كتر خيرك، ودي جمعية يعني فلوسك راجعالك. يا مدام سامية أرجوكي، أنا مش قادر. في إيه بس يا أستاذ كرم؟ محتاج دورة المية لو سمحتي. طبعا، اتفضل. شكرا. إيه ده؟ فين الباب؟ هو فين الباب يا مدام سامية؟ لا، مفيش باب، اقفل الستارة بس وما تخافش. ما خافش إيه بس؟ ده المحل مليان ستات وكلهم معديين من جنبي. خلاص، أنا مش قادر. يحصل بقى خلاص. ايه الصوت ده؟ لا، ما تشغليش بالك. المهم، شم البرفن ده، ريحته هتعجبك قوي. ايه ده؟ البرفن ده ريحته غريبه قوي. اف ايه يا مدام ساميه، هو البرفن عندك بايظ ولا ايه؟ ازاي الكلام ده؟ شمميني كده؟ طب شكرا يا مدام ساميه. يا لهوي، نبقى نجيلك يوم تاني. تشرفوا في اي وقت. نسمع علينا الهوى من مفرق لا مؤاخذه يا مدام ساميه، انا والله مش عارف اشكرك ازاي. ولا يهمك يا استاذ كرم، المحل محلك. كتر خيرك، وبما انك ساعدتيني وقفت جنبي لازم ارد لك الجميل. يلا، امر الله. هشتري ازازه برفان للمدام. ملوش لزوم تكلف نفسك. لا والله، لازم انفعك. ممكن اشم الازازه دي؟ اتفضل. ايه ده؟ ايه الريحه الغريبه دي؟ يظهر دي مش ريحة البرفان، واضح انها ريحة الفول. ودي بكام بقى على كده؟ 280 جنيه. كم؟ 280 يا استاذ كرم. طب انا بس هتاكد من مدام يعني اذا كانت مقاسها، ولا هبقى اجيلك تاني ان شاء الله. باي باي. تشرف وتنور في اي وقت يا استاذ كرم. الله يخليك. طب استاذن انا بقى. اتفضل حضرتك، بس ما ردتش عليا بالنسبه لموضوع الجمعيه. طبعا هدخلها طبعا، بس اقبضها الاول. ايه الاحراج ده بس يا ربي؟ يا لهويش، دخلت عملت دربكه عند الناس والستات وبرفانات ونيله. يلا مش مشكله، المهم اني خلصت من الزنقه اللي كنت فيها الحمد لله. اما ارجع بقى المحل بتاعي بقى، لا مش معقول تاني. لا ده انا لسه يا دوب خارج، وبعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي ده بقى اروح فين انا بس دلوقتي؟ مش معقول هدخل تاني عند مدام ساميه. لا 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 لا، وبعدين يعني هتقعد بقى ترغي وتفتح في مواضيع وجمعيه ومش جمعيه. طب اعمل ايه بس؟ طب يلا ادخل القهوه احسن. السلام عليكم يا معلم شعبان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذ كرم. اهلا بيك يا معلم. لو سمحت يعني، بس كنت عايز. عايز ايه؟ امورني. عايز فلوس؟ لا كتر خيرك يا معلم، انا كنت عايز. على رايك انت، هتعوز الفلوس في ايه وانت ما شاء الله عندك محل كله دهب؟ قل اعوذ برب الفلق. الا اجرام عامل كام النهارده يا استاذ كرم؟ من غير فلوس يا معلم خالص. تعال انت بس المحل وشوف اللي انت عايزه. ها، مش هنختلف. مش القصد، اصل انا مش بسال ليه، انا بسال عشان البنت سميحه بنت الاسطى جمعه الله يرحمه. البنت اصلها يتيمه، وكنا عايزين نساعد في تجهيزها وشبكتها. اصلها مخطوبه للواد محمود اللي بيشتغل عند الاسطى مار النجار، وده واد غلبان ويستاهل المساعده. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا معلم. بس الله يخليك يا معلم، يعني انا كنت عايز. لا لا لا، انا مش قصدي انك تشترك معانا في تجهيزها،
انا عارف انك وراك مسؤوليات ومش عايزين نتقل عليك، انا بس قصدي انا مش هقدر استحمل اكتر من كده، انا هنفجر. معلش يا استاذ كرم استحمل، كل واحد فيه اللي مكفيه. يا معلم ابوس ودنك اسمعني. تحت امرك يا استاذ كرم. ممكن بس ادخل الحمام؟ طب ودي عايز استئذان، ادخل على طول. متشكر يا معلم. وادي يا مذكور، خش يا تنظف الحمام للاستاذ كرم عشان محصور. ايه يا معلم السياح ده، خلاص القهوه كلها عرفت اني داخل الزفت الحمام. ما تنظفش حاجه مذكور، اتكل انت على الله، مالكش دعوه بيا. اتفضل يا استاذ. مش قادر مش قادر. لا مؤاخذه يا استاذ كرم، السيفون بايظ. مش مشكله يا معلم، مش مشكله خالص. لا مؤاخذه انت بقى. يا ساتر، الحمد لله هم ونزاح. شفيتم يا استاذ كرم. عفيتم يا معلم. كنت بقول لحضرتك على موضوع البنت سميحه. بعدين يا معلم بعدين، ان شاء الله يعني نبقى نتكلم في الموضوع ده. بقول لك يا سيد المعلمين، ممكن تديني حبه بن اسفهم علشان انا عندي اسهال. البخيل هو انا. البخيل هو انا. ايه ده، ده في زباين في المحل يا فرج الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكلكوا كده عريس وعروسه. ايوه، انت عرفت ازاي؟ شكلكوا باين الفرحه والامل لسه في عينيكوا، وانت لسه بشعرك يا حبيبي، بكره يقع وتبقى ازلح. ايه بتقول حاجه؟ لا 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 ابدا ولا حاجه. الف مبروك عروسه، ربنا يتم بخير. الله يبارك في حضرتك. وحضرتك اكيد اخت العروسه صح؟ لا يا اخويا انا امها. مش معقول مش معقول، ده انا كنت فاكرك اختها الصغيره. ربنا يكبر بخاطرك. امال ماما ما جاتش ليه معاك يا عريس؟ هي مش موافقه على الجوازه ولا ايه؟ لا لا، دي تعبانه شويه. يا اخويا تعبانه، تلاقي لسانها وجعها شويه. وبعدين بقى حماتي ملوش لازمه الكلام ده. لا ابدا يا استاذ، دي عندها شويه برد. هو انت مش قلت لي ان ضغطها عالي؟ ما هو يا عريس بتماما وليه؟ عادي يا جماعه، انتوا وافشين كده ليه كده؟ عادي، صلي على النبي بقى. ما هو البرد ساعات بيعلي الضغط عادي جدا. يلا يا عروسه فرفشي كده، ها وروقي وفكي. ها في حاجة عجبتك من الفترينة؟ انا عايزة اتفرج على الدبل الاول. بس كده؟ ده انت تأماري. اتفضلي يا ستي، دي احلى تشكيل الدبل، نقي واختاري. ايه رأيك يا ماما؟ خدي دي، شكلها حلو وتقيلة. ايه رأيك يا حبيبي؟ الله حلو قوي. ودي عاملة كام لو سمحت؟ ما تشغلش بالك يا عريس، نقي بس اللي يعجبك ومش هنختلف. لا انا بس يعني عايز اخد فكرة عن سعرها. لحظة واحدة كده بحطها على الميزان. ايوه لحظة واحدة، تمام. ثواني ثواني هضربها لك على المكنة. دي كده هتعمل سبعة. سبعة ايه؟ 7000 جنيه ان شاء الله. لا 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 بلاش دي، شوفي واحدة غيرها. ليه بس يا حبيبي؟ دي جميلة قوي. خلاص لو هتاخديها يبقى مش هنجيب غيرها. ليه يا حبيبي؟ انت عايز تتجوز بنت بدبلة بس؟ هي مش اقل من بنت عمها ولا ايه؟ يا جماعة ما تهدوا كده وتروقوا، في حاجات تانية ممكن تعجبك يا عروسة. طب بص دي كده، ايه رأيك؟ الله دي حلوه قوي ورقيقه. ايه رايك يا حبيبي؟ مش بطاله. ودي عامله كام؟ دي تعمل 3. الله دي جميله قوي، خلاص انا اخدها. ايه رايك يا ماما؟ لا مش عاجباني، الاولانيه احلى. ايه الحكايه عريس؟ ايه هما بيتشطروا عليك عشان ماما مش معاك ولا ايه؟ ما تنشف كده يا واد وتملى مركزك. عندك حق، بس انا شايف ان دي احلى وهتعجب ماما. ماما ماشي يا حبيب ماما. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ايه يا طنط، انت قصدك ايه بالكلام ده؟ خلاص يا استاذ طنط ما تقصدش. لا تقصد بقى، بتقولك يا حبيب ماما واتكت قوي عليها. خلاص بقى، المسامح كريم والطيب احسن. خلاص براحتك، انت قابل انك تتهزق، انت حر. اتهزق؟ لا 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 لا، هي اكيد مش قصدها. طب انت حر يا حبيب ماما. ما يصحش كده يا استاذ. انت زعلان ليه؟ الله ما هي لسه قايلها لك من شويه وعدتها لها. هي جت يعني علينا يا حبيب ماما؟ لا انا ما اقبلش ان حد يجيب سيره ماما. خلاص بقى عرفتني، ماما ماما كتك مو. ده في ناس عماله تتهزق ولا يتكلموا. لا لا لا، لو سمحت يا حماتي الزمي حدودك والا. ما خلاص بقى يا ماما. والا ايه؟ هتقول لماما؟ يا لهوي على الكرامه اللي اتبعترت. انا ما اسمحش بالكلام ده كله الا ماما. اهدى يا حبيبي. لا مش اهدى، انت طالق. هو احنا لسه اتجوزنا؟ خلاص مفيش جواز، انت طالق طالق. يا اخويا بالسلامه، المركب اللي تودي. ليه كده بس يا ماما؟ حرام عليكي. بس يا بنت خرس. ما تروقوا يا جماعه كده، صلوا على النبي، هجيب لكم كركديه. شكرا يا اخويا، يلا بينا يا بنت. بحبه يا ماما، بحبه بحبه. يا بنت اكتمي خراسي بقى، يلا قدامي.
أنستوا شرفتوا يا جماعة. مالك يا أستاذ كرم؟ مش عارف يا أنور، من الصبح بطني وجعاني قوي وحاسس إني تعبان، مش عارف مالي يا أخي، حاجة غريبة قوي، أنا عمري ما حسيت إني تعبان كده. ألف سلامة عليك. طب ما تروح للصيدلة يديك دواء ولا تروح للدكتور؟ ابن حلال فكرتني، ده أنا المفروض أروح للدكتور اللي حماتي قالت لي عليه. وهتروح له إمتى؟ استنى بقى أما رن لحماتي. أيوة تمام كده. كلمتها؟ لا رنيت بس، انت عارف يا انور انا المفروض اخد جايزة نوبل في الرن، برن الرنة واقفل في سنتو ثانية، دي اللي هي اصغر من الفيمتو ثانية بتاعت الدكتور زوير الله يرحمه. اهي بتتصل. حماتي. ايوه يا كرم يا حبيبي، اخبارك ايه؟ يظهر انت تعبان بجد ولازم اروح للدكتور. سلامتك يا حبيبي. طيب ما تروح للدكتور اللي قلت لك عليه. انا بكلمك عشان كده. طيب يا قوي ما تروح دلوقتي. اروح له امتى؟ دلوقتي؟ طب ماشي اكدت علينا يعني ان انا مش هدفع وكده ولا ايه؟ ما تخافش يا اخويا، روح انت بس ومش هتدفع ولا مليم. طب تمام، ربنا يخليك. واكدت على موضوع الشوكولاته؟ يا حبيبي هديك شوكولاته وهديك كمان مصاصه. حلو قوي. طب بالنسبه للمواصلات؟ اركب اوبر هو اللي هيحاسب. طب تمام. محتاج حاجه ثانيه؟ لا كده تمام قوي، انا رايح دلوقتي اهو. طب يا حبيبي وخير ان شاء الله. بقول لك ابقى طمني. ها يلا مع السلامة. يلا سلام سلام. مع السلامة مع السلامة. خلي بالك من المحل لحد ما اجي. ها اوعى تطفش الزباين زي ما بتعمل كل مرة. انا برضو. قصدك ايه يا قاعد؟ لا ابدا يا استاذ كرم ما قصديش. ايوه كده بحسب. يلا انا رايح للدكتور وهاجي على طول. تيجي بالسلامة يا استاذ كرم. يا دي النيلة مغص تاني، ده انا دخلت الحمام مرتين، اعمل ايه تاني؟ اروح عند مين بس يا ربي؟ خلاص ادخل الحمام في العياده بقى. خلاص نزلني هنا لو سمحت يا عم لوس. حسابك كام يا باشمهندس؟ الحساب 20 جنيه يا فندم. طب لحظه واحده يا اسطى، ها هبعت لك حد يحاسبك عشان معيش فكه. افك انا لحضرتك، عايز فكه كام؟ انت رخم قوي. لا معلش اصل ما معيش مصري. تاخد زلوتي؟ ايه زلوتي؟ دي عمله بولندا. تاخد زلوتي فعلا؟ لا يا فندم والله ما تمشيش معانا العمله الزلوتي دي. طب لحظه واحده هبعت لك حد يحاسبك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحتي ممكن قبل اي كلام ادخل الحمام؟ اتفضل اخر الطرقه دي.